صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. وقبل ما أذكركم برقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم: فريق الإعداد من هيئة الصحة في دبي، التنسيق ميرة القفلي، والإخراج سعيد المر، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. وتشاركني اليوم في تقديم الحلقة زميلتنا. أهلا فيك دكتورة، صباح الخير. صبحت الله بالنور والسرور. أهلا فيك دكتورة، لازم أقول لك صباح الخير تردين علي، لأن الوالد يوم يسمع يقول لي تقولين صباح الخير ما يردون، قلت له لأن إحنا نشوف بعض. صحيح. هي تبتسم فخلاص. خلاص صباح النور والسرور. محدثتكم كذلك آمنة على علي، حياك الله آمنة ويانا في البرنامج كذلك. مستمعينا مثل ما عودناكم برامجنا بتتطرق المواضيع صحية وطبية، وطبعا فقرة السوشيال ميديا هي الفقرة في بداية حلقتنا، فقرة التغذية وفقرتنا الطبية إن شاء الله بتكون في آخر فقرة عندنا في البرنامج. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم أول فقرة في برنامجنا تكون كخبر محلي أو عالمي، واليوم خبرنا مهم، وطبعا ناس كثيرة مهتمة بهذه المعلومة ومطبقتنها يا آمنة، أكيد سمعتي عن الصيام المتقطع. طبعا الحين كل الناس دكتورة هابين في هالشيء ويقومون باللي هو الصيام المتقطع. جربتي دكتورة؟ أنا وجربته صراحة، حتى أنا ما جربته، بس يقولون له فوائد كثيرة ويساعد على إنزال الوزن. صح، سمعت كثير من يمكن أصحابي يعني أو زملائي كذلك جربوه، هم ارتاحوا من طريقته أكثر من أن يعني صحيح نزل وزنهم في فترة معينة، ارتاحوا من خلال هذه الفترة، ارتاحوا يعني حتى طريقة صومهم، لأن يمكن تعود جسمنا مرات على الصيام وطريقة الصيام. فبالعكس كل الأشياء اللي سمعت عنها كانت أشياء إيجابية. بس طبعا دور طبيب التغذية أن ينصحنا كيف طريقة الصيام المتقطع الصحيحة، لأن الناس وايد تحرم نفسها إضافة إلى أنها تصوم معظم اليوم 12 ساعة أو 18 ساعة. فدائما نقول استشيروا أكيد أخصائي التغذية في هالموضوع. صحيح. طبعا دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع. يعد الصيام المتقطع أحد أكثر الطرق شيوعاً لفقدان الوزن رغم الجدل القائم بشأن فوائده الحقيقية، وتوجد طرق متعددة ومختلفة للصيام المتقطع. ويدعي أنصار هذا النظام الغذائي أنه فضلاً عن قدرته على فقدان الوزن فإنه يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم وكذلك الكوليسترول. وأجرى العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا مؤخراً تجربة اكتشفوا من خلالها أن الصيام قد يكون له فائدة أخرى يمكن إضافتها إلى القائمة الطويلة المنسوبة إليه، وتوصلت النتائج إلى أن الصيام قد يساعد في الحماية من العدوى، وعندما يصاب البشر أو الحيوانات بعدوى فغالبا ما يفقدون شهيتهم، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الصيام يمكن أن يحمي من العدوى أو يزيد من قابلية الجسم للإصابة بها. يعني ضافوا لك مثل إضافة أكثر بعد بخصوص فائدة الصيام المتقطع. وطبعا الدراسات يوم بعد يوم تكتشف أشياء جديدة، وطبعا أشياء لها علاقة يعني مش فقط في الأشياء الطبية كذلك في الأشياء الصحية. طبعا آمنة ننتقل لفقرة السوشيال ميديا ويانا زميلتنا اسمها الجناحي. صباح الخير اسمها. طبعا فقرة السوشيال ميديا
أعتبرها من أهم الفقرات عندنا كذلك في البرنامج. يمكن الاهتمام الكثير منا بمواقع التواصل الاجتماعي، الخبر اللي ينذاع خلال هاي البرامج سرعة انتشاره والناس تتقبله أكثر وأسرع. نعم دكتورة، بعد يعتبر من أهم وسائل التواصل حاليا الإعلام الحديث، أهم وسيلة للتواصل، وأسماء الجناحي دائما مهمة ومعلوماتها صحيح. ما نستغني عنها. صباح الخير أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة مرضي. أهلا فيك، حياك الله. ويانا يا أسماء. حياك الله دكتورة. أسماء طبعا من أهم الأشياء اللي يوميا نحن نحب نطلع عليها طبعا السوشيال ميديا، حتى من الجانب الشخصي يعني تحسين أول شيء تفتحين يمكن الصبح أول شيء تليفونك تشيكين على السوشيال ميديا وأخبار السوشيال ميديا اللي خلت العالم صغير وكل في يدنا، فحابين نتعرف عن أخبار السوشيال ميديا. وأنا أول شيء أحب أعطي نصيحة، صح نحن كنا أول شيء نسوي لما نصحى أن نطالع قنوات التواصل الاجتماعي، لكن هاي أحد أعراض الإدمان لقنوات التواصل الاجتماعي. فنتمنى أيضا الواحد يحاول كثير ما يقدر يبعد التلفونات، لكن صح صعب. يعني أنا أول شيء أسويه في يوم أول ما أفتح عيني، أول شيء أفتح تلفون وتيك إنستغرام سناب شات تويتر كل مكان، بس يعني هاي لازم أتغير إن شاء الله. إن شاء الله. شوفي الاختيار الصح يعني نقدر نوازن ونختار البرامج الصح اللي نتابعها، ما بأن نتم طول الوقت عليه ونتابع أي شيء. وايد يأثر يعني الأشياء اللي نشوفها أول ما نصحى بتأثر فينا، فدائما نحاول نحرص أن إذا واحد مثلا متعود أول ما يقوم يشوف أفكار شوي يعني هذا شيء أفضل، بس يعني إن واحد يقوم يطالع أشياء ضايقة الأفضل نحن شوي نخلين الأخبار صحيح بعدين. إنزين ناخذ الحين عن الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، نحن بس نحب نأكد في مجموعة من الأشياء. عندنا برنامج الزمالة تقريبا الحين يوم تاريخ 22 وما باقي شيء لانتهاء برنامج الزمالة. صحيح. أعلنت الهيئة عن فتح باب تسجيل في برنامج التخصصات الطبية الدقيقة من 14 لين 30 سبتمبر، والباقي لهم تقريبا أسبوع. البرامج موجودة دي كل من أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار، أمراض الدم، طب الأمراض الصدرية للكبار، وأيضا العناية المركزة للأطفال الخدج، والطب النفسي عند الأطفال والمراهقين، وصحة الأمومة والطفولة. ممكن يقدمونها من خلال آلية التسجيل اللي هي تعبئة النموذج الطلب، عرض طلبات على لجنة البرامج التدريبية، سيتم تحديد موعد لمقابلة شخصية، وبعدين الإعلان عن أسماء المقبولين. هاي من الأشياء اللي وايد كانت مهمة لمباقي الأسبوع. بخصوص التقديم أسماء، اعذريني قاطعتك، بخصوص التقديم خلال أي موقع يقدرون يقدمون؟ ممكن يرسلون على إيميل scholarship@dha.gov.ae. أوكي. وأيضا تفاصيلها كلها موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن يعطون السبيلينج بالتحديد من البوست. صحيح. أيضا من الأشياء نحن نحب نأكد عليها أن بعض المتعاملين يروحون المراكز من دون موعد، عقب يقولون انتظرنا وكان وقت انتظار كبير. نحن نحب نأكد أن، ولهذا نحن دائما نأكده، أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة حتى مع طبيب الأسرة. نحن دائما نشجع الأشخاص أن يأخذون المواعيد، لأن الأشخاص اللي بيكونون جايين بدون موعد غالبا بيكونون إما حالات طوارئ أو حالات مستعجلة، فما نبغى أنه يكون هذا سبب تأخير الحالات الثانية. فدام واحد يقدر يأخذ موعد، يقدر يأخذ الموعد مباشرة من خلال مركز الاتصال 8342، أو ممكن أنه من خلال تقرير الطبيب لكل مواطن وهو في على الكرسي ومنسدح في البيت. صحيح، يكون في أي مكان وفي أي وقت. هي فعندهم هالخطوتين ممكن يتواصلون مع طبيب الأسرة سواء من خلال المركز أو الاتصال 8342. ايضا حتى الخدمات الثانيه اللي هي مثل التطعيم، احب بعد عندنا تطعيم من انفلونزا، هالاشياء كلها لازم يكون فيها مواعيد حد مسبق، وهذا عشان ضمان سرعه انجاز الخدمه وما ينتظرون لوقت طويل. يعني تصير 10 ايون في نفس الدقيقه اكيد بيتريون، لكن اذا كانوا مرتبين في مواعيدهم بيون ياخذون تطعيمهم ويروحون. صحيح، يعني الوقت هذا اللي الشخص قاعد ينتظر فيه يقدر يسوي فيه أشياء كثيرة، يعني وسهولة أخذ المواعيد جدا سهل، يعني أن الواحد يتصل بالرقم أو حتى عن طريق الأبليكيشن. صحيح، طيب هذا الشيء حبينا نأكد عليه بقنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة.
ونتمنى لك الصحة والسعادة يا أسماء. أسماء الجناحي شكرا لك. أمني كانت هذه فقرتنا لفقرة السوشيال ميديا، وكانت ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. طبعا المواضيع تختلف في السوشيال ميديا بشكل يومي، يمكن نقدر حتى في اليوم نقول تختلف كل دقيقة المواضيع ويعني تكون موضوع الموضوع. ففقرتنا كانت مع أسماء وعطتنا المعلومات، وكانت معلومات شيقة بخصوص برنامج الفيلوشيب أو التخصصات الطبية الموجودة في هيئة الصحة في دبي، وذكرتنا بأهمية أخذ الموعد قبل ما يروح الواحد ياخذ خدمة الطبية أو الصحية اللي يحتاجها عشان يحفظ وقته خلال هذه الفترة. طبعا خلصنا فقرتنا الأولى، نطلع فاصل وراجعي لكم لفقرتنا الثانية. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، نتقبل جميع مقترحاتكم وشكاويكم على أرقام التواصل 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 6004. وطبعا دكتورة رجعنا لفقرة التغذية، خبريني تحبين الحليب ولا ما تحبينه؟ بالنسبة لي أحبه صراحة، بس أحب بنكهة مب بدون نكهة. كيف بنكهة؟ لازم يكون له طعم ولا بالنسبة شيء؟ بالنسبة لي لازم يكون له طعم، يعني أن شاهي فيه، أن قهوة فيه، أن يعني على الأقل شوي يكسر، يمكن يكسر الطعم، عشان كذي أحب أشربه بكون بنكهة. بس إذا ما في نكهة صراحة يعني بالنسبة لي أنا ما أتقبل أشربه. زين دكتورة، في ناس أنتي ما تتقبلينه، وفي ناس يمكن مصابين بالحساسية، وفي ناس صحيح. يمكن نباتيين صحيح. بعد ما يشربون أي صحيح. شيء يعني من الحيوانات. فنقدر نقول للأشخاص اللي حابين أنهم يستغنون عن الحليب لظروف ما يقدرون يتابعون فقرتنا اليوم، ممكن الدكتورة سهى نوفل تفيدنا أكثر في موضوع حساسية الحليب. الأستاذة سهى نوفل، صباح الخير. صباح الخير والنور والسعادة. أهلاً فيك وسعيدين بوجودك معانا أستاذة. حبيبتي تفضلي. بداية حبينا نعرف منك شو هي القيمة الغذائية والصحية للحليب؟ الحليب طبعاً هلا الناس كلياتها تقريباً عندها فكرة ومعرفة عامة عن الحليب وأهمية الحليب، لكن لو تحدثنا بشكل موسع حتى نزيد معرفة الجمهور، الحليب طبعا من المواد الغذائية اللي لو حكينا عنا العناصر الغذائية الأساسية عددها 22 اللي ضرورية لجسمي، الحليب يحتوي على 18 منها، فيعني نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية ممكن تتواجد في الحليب. يعني الحليب لو حكينا هو مهم للمحافظة على العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين دال. إذا فيتامين دال والكالسيوم مهمين عندي للعظام والأسنان. الحليب يحتوي على فيتامين ألف، فيتامين ألف مهم جدا للبشرة، مهم جدا للمناعة، للنظر، يحتوي على الكالسيوم زي ما حكينا، يحتوي موجود فيه عندي المغنيسيوم والبوتاسيوم. أهمية المغنيسيوم والبوتاسيوم مهمة جدا للمحافظة على صحة القلب، توزيع الأوعية الدموية، البوتاسيوم برضه جدا مهم للأعصاب. الحليب فيه نسبة سكر الحليب وهو برضه مهم كمصدر للطاقة، في بروتين والبروتين جدا مهم للعضلات والنظام وللعمليات البناء اللي في جسمي. إذن لو تحدثنا هذا غير الحديد طبعا، السيلينيوم، الزنك. الحديد يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللي تدخل في العمليات الحيوية المهمة جدا وضرورية في جسمي. نعم، فطبعا أستاذ سهى ذكرتي فوائد كثيرة للحليب. إذا كان في أشخاص ما يقدرون يتناولون الحليب، كيف ممكن أنهم يحصلون على هاي الفوائد؟ هلا الأشخاص اللي عندها أسباب صحية وأسباب مرضية، سواء كانت من حساسية الحليب أو حساسية اللاكتوز، لأن عدم تحمل اللاكتوز، لأن هذول عبارة عن مرضين مختلفين. تمام، حساسية الحليب بتكون من البروتينات المكونة للحليب، بيكون من كل البروتينات اللي موجودة في الحليب، وهي أكثر شيوعا بين الأطفال خلينا نحكي.
اللاكتوز، حساسية تحمل اللاكتوز هي مشكلة في الجهاز الهضمي بعدم توفر هذا الأنزيم الخاص في سكر اللاكتوز اللي هو سكر الحليب. هلأ الناس اللي عندها واحد من هاي الأعراض ممكن يستعينوا ببعض البدائل، وهلأ تبارك الله البدائل الموجودة عندنا صارت كثيرة في الأسواق. من هاي البدائل اللي ممكن يحصلوا فيها خلينا نحكي تغطي نسبة أو نسبة جيدة كمان من الفوائد الموجودة في الحليب لو ما كانت كاملة، لكن ممكن تغطي بعض هاي الأشياء. عندنا حليب اللوز، حليب اللوز غني بالمعادن، فيه فيتامين ألف، سكره قليل لكنه شوي منخفض في نسبة فيتامين د، لكن ممكن يغطي جزء من هذا من النقص أو من عدم تقبل الحليب. عندنا حليب جوز الهند، حليب الأرز أيضا جيد جدا، حليب الصويا، هو حليب الصويا تقريبا الأقرب لحليب البقري، لكن فيه عليه بعض التحفظ خوفا من أنه الناس اللي عندها برضو حساسية الحليب يكون عندها حساسية حليب الصويا، فإحنا ننتبه لهذا الموضوع. لكن كبدائل كمصادر حليب أخرى اللي يسميها الحليب النباتي، هو زي حليب اللوز، حليب جوز الهند، الشوفان، الأرز، الصويا، هو متوفر في الأسواق حاليا وممكن يغطي لجزء كبير من فوائد الحليب. لو حكينا عن مصادر غذائية أخرى، حتكون عندي من البيض مثلا اللي حيعوض نسبة من الكالسيوم، فيتامين بي 12، فيتامين دال، المصادر الحيوانية والخضار والفواكه الأخرى اللي ممكن تعطيني الفيتامينات والمعادن الأخرى. نعم أستاذة سهى، الحين نشوف اتجاه الناس كبير، يعني أنا أفتح ثلاجة الدوام أشوف كل أنواع الحليب، أقول صحيح. يا ربي هل أنا اللي أشرب هالحليب العادي غلط ولا الناس الحين متجهين لهالأنواع؟ أنا لو بدنا نحكي إذا ما عندك أي مشاكل تجهي للحليب الطبيعي، خذ الحليب الطبيعي لحتى تاخذي كل القيمة الغذائية والفوائد اللي موجودة فيه، لا تحرمي حالك من كل الفوائد، بالعكس أنت هذا الكوب الحليب هذا انت شوفي كم فيه كالسيوم، كم فيه فوائد فيتامينات، كم فيه معادن بروتينات، انت عم تحصلي الفايده كلها. احنا زي ما حكينا انا لو اخذت البديل حيكون فيه نقص، يعني زي ما حكيت لك حليب اللوز ما فيه نسبه فيتامين د الكافيه، حليب الصويا ما فيه مثلا اللاكتوز اللي هو برضه سكر الحليب اللي لازم لجسمي، الجوز الهند عالي بالسعرات الحراريه اعلى من الحليب الطبيعي. عرفتي؟ وبعض هاي المنتجات لا يمكن ترى انه اني اضيفها على الخبيز او اضيفها في الطهي، مش كلها قابله انها تنضاف على صحيح. او تتحمل درجات الحراره والخبيز. احنا نقول الافضل يعني الحليب الحليب العادي. نعم. هو الافضل اذا ما عندك اي مشكله صحيه، الافضل هو الحليب البقري او حليب الماعز اذا توفر، حليب الجمل، هاي كلها تعتبر بدائل او مش بدائل، يعني هاي هي الاساس. خلينا نحكي أستاذ سهى، طبعا في ناس كثيرة خاصة إذا عندها حساسية من الحليب أو الحليب البقري بالذات تلجأ أنها تستخدم تعتمد على سواء الروب أو اللبن أو الجبن كبديل، بس هل هذا يسبب لهم كذلك حساسيات أو يعوض عن الحليب بنفسه؟ هلأ هاي تعتمد على درجة الحساسية دكتورتي الفاضلة. نعم. إذا كانت الحساسية الحليب من الحليب البقري ومنتجاته بالكامل فما بيقدر يستخدم حتى هاي المنتجات، سواء روب، سواء جبن، سواء قشطة زبدة، حتى الزبدة تخيلي. فهاي تعتمد على التشخيص تاع الطبيب، هل التشخيص الطبي تاع هذا المريض. إذا لاحظ إنه ودرجة الحساسية إنها فعلا من الدرجة الشديدة، حتى هذه الأشياء ما بتكون عندك بديل، فبضطر إنه يشوف ويكون حريص إنها ما تكون موجودة حتى بشكل مباشر أو غير مباشر في بعض الأطعمة صحيح. عشان نتجنب أي أعراض أخرى. لكن إذا كانت الحساسية حتى بالتشخيص الطبي لا خفيفة نوعا ما، ممكن يصير يتناول بعض المنتجات اللي خاضعة للتخمر أو للتصنيع في بعض المراحل من العمر، لأنها هاي الحساسية خلينا نحكي نسائل الناس شوي، حساسية الحليب نوعا ما هي في المراحل الأولى من العمر، بعد هيك مع السنوات تبلش شوي شوي تخف. صحيح، ومعظم الناس نفس ما قلتي يعني معظمها تكون في بدايات عمر الشخص، يعني يعرف أن عنده حساسية من الحليب من أيام فترة الطفولة، بس في ناس ما تتحمل، يعني يكون عندها مثل ما نقول بلغتنا الطبية انتولرانس، يعني عدم تحمل للحليب، فتختلف تماما كذلك هاي عن حساسيته. هذه الحالات تختلف نهائيا، عدم تحمل الحليب اللي هو اللاكتوز اللي هو لأنه هو بخص السكر الحليب. صحيح. هذول ممكن نلاقيهم فعلا بدائل، في منهم زي ما تفضلتي حضرتك ممكن يتناول الروب ما عنده فيه مشكلة، ممكن الجبن زي
جبن القريش ممكن هذا يمشي معه يسلق. فهي حتى ممكن بعضهم ياخذ حليب الماعز، حليب الماعز وما يسبب له تحسس، فهي تخضع الى كمان مدى تحمله لهاي الاشياء. لكن اللاكتوز انتولرانس نسميه اللي هو عدم تحمل اللاكتوز، هو يخص الانزيم هذا تاع اللاكتوز. فانا بنتبه على منتجات خاليه من اللاكتوز، صحيح. ما فيها لاكتوز، هذا اللي بيهمني. صحيح. اما حساسيه الحليب لازم ما يكون في اي شيء من الحليب او حتى المواد المكونة نفسها للحليب. صحيح. ونفس ما ذكرتي يعني المنتجات الحليب اللي تكون حتى مصدرها نباتي يعني الحمد لله متوفرة وبجميع يعني بكمية كبيرة الحمد لله. أستاذ سهى، وصلنا سؤال عن الصيام العكسي. إذا بتكلمينا يعني بشيء بسيط بخصوص الصيام العكسي. الصيام العكسي اللي هو خلينا نسميه بيشبه الصيام المتقطع. نعم. تمام. فهل هذا بالبداية قبل ما أنا أجي أتبعه المفروض أراجع أخصائي التغذية أشوف هل هذا مناسب إلي لحالتي الصحية لوضعي أو لا. لكن أنا أمسكه من النت ومن المواقع التواصل ولا صاحبتي هي بتراجع عند أخصائي تغذية يلا أنا بافه، هذا النظام ما بيزبط. لازم نشوف أنت هل هذا النظام مطابق لصحتك، مناسب لجسمك، بمشي فيه. وحتى إحنا لما نحاول نمشي بعض الناس على هذا النظام بكون بعد ما مشينا معهم على نظام السعرات، إحنا دائما نتبع نظام السعرات الحرارية هو أنسب نظام على مدى العصور. وحتى في الدراسات الحديثة مهما طلعت أنظمة أنسب شيء نظام السعرات الحرارية. ممكن أنا بمشي المريضة على نظام السعرات فترة، بكثر معها في الصيام المتقطع برضو لفترة معينة، لأنه في دراسات تحكي صح الصيام المتقطع عم بيعمل تنزيل للوزن، لكن إذا مشى في شخص لفترات بعيدة ممكن يأثر على بعض الأعضاء الداخلية. وإن شاء الله بنتكلم في يوم بطريقة موسعة. وجميل أنك ذكرتينا بداية يعني أهميته، كذلك أن الشخص قبل ما يتبع كذلك يكون ماخذ استشارة عن طبيب وعن دكتورة التغذية. أستاذ سهى، عنا مداخلة من أم سيف. صباحك الله وبالخير أم سيف. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ويانا. سيف الحال، الحمد لله. لو سمحتي كنت بس أبغي أسأل دكتورة، مثلا أنا حين عمري 56 وأستعمل عادة الحليب البقر اللي بس يعني من البقر يعني دايركت، والرز بعد نفس الشيء أسوي. في يوم أسير أسوي تحاليل يطلع ساعات عندي الكالسيوم مرتفع مثلا عن الطبيعي شرطة أو شرطتين، بعدين أرجع أسوي بعد فترة ينزل. هل هذا فيه للتأثير مثلا على الكلى أو شيء؟ أنا ما أخذ كالسيوم. وعندي سؤال ثاني، عندي بنت وولد، البنت عمرها 14 والولد الحين عمره 4 سنين، بس عندهم حساسية البروتين اللي هو مثلا أي شيء مشتقات اللحوم كاملة مع الحليب، ولهم مثلا البقرة الغنم البيض يأثر على مناعة عندهم، فيأخذون الحليب الكامل. هل يقدرون يأخذون غير حليب الكامل؟ وهل هبتم فترة أو يعني بعد سنين يعني بيكون عندهم عادي أو شيء؟ شكرا على السؤالين أم سيف. دكتورة سهى، بخصوص السؤال الأول بخصوص الحليب هي تستخدمه الطازج يعني من البقر دا يعني على تام. فبخصوص سؤالها بخصوص الكالسيوم، يلا هلا هو بخصوص الكالسيوم، هي هل السؤال اللي يعني زي ما نحكي تذكره من خلال سؤالها، هي كم كوب حليب هي بتشرب باليوم؟ هلا لو هي بتشرب معدلها الطبيعي في هذا العمر بدها تقريبا كوبين خلينا نحكي في اليوم، إذا هاي هي الكمية بس اللي هي بتتناولها فحيكون غالبا ارتفاع الكالسيوم عندها لسبب آخر. هل هي فعلا بتتناول أكثر من هاي الكمية أدى إلى ارتفاع الكالسيوم عندها في جسمها، أو هل هو هذا التحليل اللي بتعمله تحليل دم ممكن ما يكون في امتصاص جيد للكالسيوم في جسمها؟ صحيح. فهذا بيعتمد وين هي المشكلة عندها. إذا كان الارتفاع بسيط وبيرجع بينزل خلينا نحكي ما ممكن ما يعمل أثر، لكن إذا كان هذا الارتفاع بشكل مستمر أو زيادة بشكل ملحوظ أكيد الدكتور راح يعملها تحاليل أخرى تبين هل هو من عدم الامتصاص أو هل هو من الكمية، من خلال نسميه ناخذ تاريخها الغذائي مع أخصائي التغذية كميتها فعلا هي زيادة عن الطبيعي من الكالسيوم أو لا. لأنه فعليا
الكالسيوم إذا كان برضو زيادة في الجسم مش كويس. كل إشي له حدوده في الجسم. صحيح. إذا زاد ممكن يعمل بعض الحصاوي، ممكن حتى يأثر على العظم، يعني يعطي نتيجة عكسية يصير في الجسم أو في الأسنان، يعني بدل ما يكون يقوي عظمي لا ممكن يضعف لأنه صار كثير مترسب في العظام. فهاي بتعتمد على الكمية اللي هي بتتناولها كم، يعني ما بحط اللوم على الحليب، لا هو الحليب ثاني. أيوة بدنا نشوف الأشياء الثانية والكميات. هلا بخصوص سؤالها الثاني عن البروتين، هي ذكرت أكثر من مصدر للبروتين، ذكرت اللحوم، ذكرت الحليب والمنتجات الألبان. فإحنا ضروري نعرف شو نوع البروتين اللي أطفالها عندهم فيه تحسس اللي بتشترك فيه، أو سواء كان يمكن أكثر من نوع من البروتين الموجود في اللحوم والموجود في الألبان والمنتجات الحليب. فحتى نحدد نوع هذا البروتين، أنه أي نوع من البروتين اللي عنده فيه تحسس، عند أولادها فيه تحسس، نقدر بعدين نحكي لها هل ممكن تتناول حليب الجمل أو لا. نعم. لأنه ممكن يكون فيه عندهم تحسس وهذا موجود برضو في حليب الجمل، هذا نوع البروتين، أو إذا كان عنصر آخر غير البروتين وهي مثلا أكثر من إشي، يعني بس ناخذ البروتين وممكن يكون في أشياء أخرى. صحيح. خلينا نتأكد مع نوع الطبيب وأخصائي التغذية مع بعض حتى نعرف شو هم ونعطيها البدائل المناسبة على حسب حالة أطفالها. أستاذة سهى، نشكرك على معلومات اللي عطيتيني إياها خلال البرنامج بخصوص حساسية الحليب وكذلك البدايل، وما شاء الله لقينا أسئلة كذلك وقبول من الناس بخصوص فقرة اليوم لأنها منتشرة وشائعة. نعم، وطبعا دكتورة عاشة نقدر نقول للمستمعة اللي استفسرت أن بإمكانها أن تراجع أي مركز صحي قريب صحيح. منها وتاخذ موعد لاستشارة مع أخصائية التغذية، والصراحة بيفيدونها عن تجربة. يعني صحيح. أستاذة سهى نوفل اختصاصي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك. شكرا لكم. آمنة بنطلع فاصل، طبعا هاي فقرتنا الثانية وراجعين للفقرة الثالثة، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 6004. حياكم الله. طبعا مستمعينا خلال فقرتنا الحين بنتكلم أكثر عن الإجراءات الاحترازية لمخالطات لحالات الكوفيد 19. طبعا الحمد لله ونحن نسير في خطوات التعافي السريع من كوفيد 19، علينا أن نذكر ونتذكر بين الحين والآخر الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب الالتزام بها من أجل حماية أنفسنا من فيروس كورونا، ومن أجل المساهمة كذلك في استكمال مرحلة التعافي، وخاصة خلال الفترة اللي طافت لاحظنا دور هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوقاية من مرض كوفيد 19. وللحديث عن هالموضوع المهم يسعدنا أن تكون ويانا اليوم الدكتورة فتحية السركال، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة فتحية. صباح النور دكتورة عاشة، حالك؟ الحمد لله، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. طبعا دكتورة، الإجراءات الاحترازية والوقائية لها دور كبير كان وأهمية كبيرة خلال جائحة كورونا، وطبعا الالتزام فيها مهم حتى خلال هذه الفترة من التعافي الحمد لله، وحتى خلال إن شاء الله التعافي الكامل. نبتدي بداية بخصوص العزل، أو بخصوص السؤال اللي يتكرر يعني بشكل يومي عند معظم الأطباء، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين، فهل يعزل نفسه بعد انتهائه من مدة العزل في حال عاد الفحص وكانت نتيجته إيجابية؟ دكتورة عاشة، فعلا مثل ما قلتي السؤال متكرر من الجمهور. المصاب بالكوفيد يتم تشخيصه إصابة عن طريق فحص PCR positive، وبعدين يكون عنده إما يكون عنده أعراض أو ما يكون عنده أعراض، بس صحيح. مجرد أنه كان عنده فحص PCR positive يتم اعتماد تشخيصه على أنه مصاب كوفيد. من بعدها يدخل في فترة عزل تمتد إلى 10 أيام.
ويخرج من العزل فقط في حالة أنه كان كمل العشرة أيام وما عنده أعراض آخر يومين. فإحنا نعتمد الإجراءات المتبعة من CDC اللي هي تعتمد على الأعراض ما تعتمد على الفحص. في إمارات ثانية أو إجراءات ثانية ممكن يعتمدون على الفحص، لكن إحنا في إمارة دبي نعتمد على انتهاء مدة 10 أيام مع عدم وجود أعراض آخر يومين. فإذا بعد اليوم بعد 10 أيام عاد الفحص وكان بوزيتيف، هذا ما يعني أنه هو معدي، هو مجرد أن أجزاء من الفيروس يتم يعني يكون الفيروس ميت، بس أجزاء من الفيروس أو الRNA مال الفيروس نفسه يتم رصده مرة ثانية بالفحص لأنه موجودة في الجسم، بس الفيروس نفسه ميت. وأكبر دليل على أنه ميت أنه الشخص ما عنده أعراض وحسنت حالته، وآخر يومين يكون بدون حمى أهم شيء، وبدون استخدام بنادول أو مثبطات للحرارة. صحيح. طبعا دكتورة فتحية، إذا بنسأل إذا الشخص كمل اليوم العاشر ولكن عنده أعراض، ما زالت عنده أعراض مثل ما قلتي ياخذ البنادول أو يمكن لين الحين عنده حمى، فهل هالشخص يعتبر غير معدي مثل ما قلتي أنه ممكن أنه يطلع بعد اليوم العاشر حتى لو نتيجته إيجابية؟ لا، الشخص اللي عنده أعراض خروجه من العزل لازم وايد يعتمد على الفحص الطبي في هاي الحالة، لازم يكون اوريدي راجع مركز طبي سووا له أسسمنت، وبناء على أسسمنت يدوا له فحوصات، ممكن يحتاج أشعة زيادة لأنه مو مفروض بعد 10 أيام يكون عنده حمى أو بعد يكح بشدة يعني، ففي ممكن يحتاج إعادة أشعة، إعادة فحص دم، يمكن المرض عنده يالس يتطور، ففي هاي الحالة محتاج يمكن يتنوم، لأن يعني إذا كان بعد عنده إفرازات ممكن وأعراض عنده بعد الالتهاب موجود، معناته ممكن يكون بعد معدي. نعم، ففي هالحالة نحن نقدر نقول دكتورة فتحية أن الوعي المجتمعي في هذا الموضوع هو الأهم وليس فقط الإجراءات. يعني إذا أنت شخص مخالط أو أنت شخص عفوا مصاب وكملت 10 أيام وبعدها فيك حمى وفيك أعراض، المفروض تعرف أنه لازم تراجع المركز الصحي ويستمر بعزل نفسه، صحيح؟ نعم نعم، يستمر بعزل نفسه من أهله ومن معارفه ويراجع عند الطبيب ويتأكد أن حالته، يعني طبيبه هو اللي يقدر يقول أنت بعدك معدي ولا لا، لأنه ممكن يكون الأعراض ياس تخف عنه وياس يتحسن، البقايا اللي باجي من الأعراض خلاص هو يعني فعلا هو متحسن كلينيكيا. وهذه نقطة جدا مهمة دكتورة فتحي، لأن معظم يعني في عدد حالات تكون بداية إصابتهم بالمرض الأعراض تكون شديدة، فإذا استمرت الأعراض بس بطريقة خفيفة يعني هذا يدل بطريقة غير مباشر أن كذلك أن قاعد الشخص يتحسن من الأعراض ومن أعراض كورونا بالذات. يعني ساعات الطبيب ما يقدر يقول له خلاص أكيد اليوم أكيد أنت مو معدي، يمكن يعطي فترة يمدها بكم من يوم زيادة يتأكد أن الأعراض انتهت أكيد، أو أن الأعراض أوكي هاي مقبولة هاي ما تعتبر أنت معدي. نعم، طبعا هاي فئة قليلة دكتورة اللي تستمر معها الأعراض لبعد اليوم العاشر. والله يعني هاي الفئة ما أقدر أقول لك قليلة، كلها تعتمد على وين إحنا في الموجة الوبائية، يعني إذا كنا في موجة وبائية مرتفعة عدد الحالات هاي يكون أكثر بحكم الإصابة صايرة أكثر، إذا كنا في موجة وبائية منخفضة فهاي الحالات تكون أقل لأن أصلا الإصابات أقل، فدائما هي نسبة من كل المصابين، فساعات تكون أزيد ساعات تكون أقل، بس بشكل عام الحمد لله الوضع الحين الإصابات وايد أقل، إحنا في وضع الحمد لله متعافين، وضعنا ممتاز جدا إحنا وباقي دول الخليج كلها، فالحمد لله الوضع مطمن والمفروض فهاي الأوقات هذه ما نشوف وايد من هاي الحالات. الحمد لله. فطبعا دكتورة هناك فئات ينطبق عليها إصدار شهادة إنهاء العزل المنزلي وفئات لا ينطبق عليها، منو هي الفئات اللي لا تنطبق عليها إصدار شهادة إنهاء العزل المنزلي؟ يعني مثلا الفئات اللي أوريدي طلع من المستشفى وتم إنهاء العزل منه في المستشفى، يعني واحد يكون خلاص هو حالة غير معدية من يوم هو في المستشفى ما يحتاج بعد يوم يروح البيت يلف عزل منزلي ونعطيه شهادة إنهاء، هو خلاص من المستشفى يعطونها الشهادة.
بس غالبية اللي وظائفهم تتطلب هاي الشهادة ممكن يطلبونها بطريقة رسمية، لأن مثلا وظائفهم تطلبها بطريقة رسمية. يعني في بعض المدارس ممكن تطلب للإصابات للأطفال، أو إذا المدرسة أوريدي عندها السيستم فريق الصحة والسلامة في كل مدرسة، عندهم السيستم اللي يقدرون يشيكون فيه منو المصاب ومتى يخلص فترة إصابته. إذا كانت أي مدرسة طلبت الورقة والإثبات، لأنه ممكن يكون مثلا فاحص في إمارة ثانية أو معزول في إمارة ثانية، أو يعني المعلومة هاي مو موجودة في سيستم المدرسة، في هاي الحالة ممكن تطلب منهم، وفي هاي الحالة لازم يقدمونها. يعني كله يعتمد على مطلوب منه بطريقة رسمية أن يقدمها، ففي هاي الحالة نعم. صحيح، ويختلف من حالة للأخرى مثل ما ذكرتي دكتورة فتحية. شو الأخرى ما سمعت؟ يعتمد من حالة لأخرى، يعني الحالة فرضا اللي كانت في المستشفى، الحالة إذا طلب منه شغلة أن يقدم هذه الشهادة، إذا كان في المستشفى أوردي المستشفى بيقدم لها يعني اللي هي الأجازة المرضية، وفيها فيها وايد واضح متى كان أصاب متى طلع خلاص. حتى في الأجازة المرضية يكتبون لأنه هو حالة غير معدية وممكن يرجع لوظيفته. إذا كان طلع من المستشفى وانعزل فترة في البيت بعد يعني ما كمل فترته، في هاي الحالة يحتاج يطلبها منه. طبعا ذكرتي دكتورة فتحية في أول سؤال سألناه بخصوص العزل وهل يكتفي الشخص بالعشرة أيام، أن هل يتوجب إعادة الفحص بعد إنهاء العزل؟ وهذا طبعا الجميع يعني يركز عليه، ومعظم المصابين يصرون أنهم يعيدون الفحص بعد انتهاء العزل. حاليا احنا ما نطلب من اي حد بعد انتهاء فترة العزل انه يعيد الفحص، ما يحتاج. احنا معتمدين البروتوكول اللي هو بالفترة والاعراض، الفترة 10 ايام، اخر يومين ما في اعراض. هذه طريقة متبعة وستاندرد ولها ريفرنس في CDC. في دول ثانية يتبعون الطريقة الاخرى اللي هو عن طريق الفحص. يعني انا مثلا ما بيعتمد على الأعراض، ما بيعتمد على الفترة، أعتمد على طريقة الفحص. بعد هاي طريقة ثانية اللي يصير أن بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الرسمية ممكن تطلبها لموظفينها بناء على مطلوب، يعني تكون هاي الجهة الرسمية طالبة هذا الشيء، فهذا الجهة الرسمية يعني مسؤولة عن أنها توفر الطريقة هاي لموظفينها. نعم دكتورة فتحية، طبعا توصلنا أسئلة واستفسارات كثيرة بخصوص التطعيم بعد فترة العزل أو الإصابة بفيروس كورونا، فالناس تستفسر بخصوص متى أقدر أخذ التطعيم بعد ما أنصاب بكورونا، وإذا أنا فرضا انصبت بكورونا وأنا ما أخذ الجرعة الأولى، فمتى أقدر أخذ الجرعة الثانية، ولا هل أعيد الجرعة الأولى ولا والثانية؟ أوكي، بنبتدي أول نتكلم الهدف من التطعيم. نعم. الهدف من التطعيم إن إحنا يحمينا من الإصابة من كورونا نفسها، والتطعيم يغطي أنواع متغيرة من المتحورات. فالتطعيم بيحميني مو من نوع واحد من الكورونا، من مجموعة من المتحورات من الكورونا. وإذا حتى بعض الناس أصابوا بشيء من المتحورات من كورونا، يحمينا بنسبة كبيرة من الإدخال للمستشفى أو حتى التنويم في العناية المركزة. نعم. إذا كان هذا الهدف من التطعيم، معناته إحنا ننظر هني لما هو شخص يصاب مرض الكورونا ويشوف نفسه أطعم ولا ما أطعم. ما في الكونترا انديكيشن اللي هو ممنوعات الإصابة بالكورونا، ما تمنع التطعيم إذا تم تشخيصه شفاء من الكورونا. يعني أهم شيء أن الشخص ما يطعم في نفس الوقت اللي هو بعد الفيروس في جسمه ويسبب له التهابات وهو مريض. يعني الشخص المريض أصلا ما يطعم أي تطعيم لأنه مريض. صحيح، مو بالتطعيم كورونا، كل التطعيمات في هاي الحالة تكون ممنوعة لأنه مريض تعبان. صحيح، الكورونا مجرد أنه يطيب وتم تشخيصه أنه طاب من الكورونا يقدر يطعم. فإذا على بناء على المنهاج، أي واحد انصاب بكورونا كمل 10 أيام، آخر يومين ما عنده أعراض، ممكن يروح يطعم بعدها مدام هو ما عنده أعراض وبخير وصحته تماما هو بخير.
إذا هو بخير وكل شيء وطعم، هو الحين الإصابة اللي جت من الكورونا حمد يعني يكون عنده مناعة من هالنوعية من الكورونا. التطعيم يحمي من باقي المتحورات. لو كان بعد انصاب بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ينتظر يطيب من الجرعة من المرض نفس الشيء. يعني هو أهم شيء ما ياخذ التطعيم في وقت الإصابة، مجرد أنه طاب من الإصابة يقدر ياخذ التطعيم في أي وقت بعد هذا الشيء. وهذه نقطة جدا مهمة، الإصابة ما تغني عن التطعيم. وهي نقطة جدا مهمة دكتورة فتحية، أن صح الإصابة لا تغني عن التطعيم وحماية التطعيم. دكتورة فتحية السركال نشكرك خلال البرنامج لمداخلتك خلال وفقرتك خلال هذا البرنامج. دكتورة فتحية السركال أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكورين، يعطيكم العافية. الله يعطيك. وطبعا دكتورة وين رايحة؟ بسألت سؤال قبل ما نختم، أشوفك رايحة خلاص. لا بعد ثلاث دقائق على البرنامج. دكتورة كم يوم باقي على إكسبو؟ يلا جاوب. 1 أكتوبر. كم يوم؟ 9 أيام. 8 أيام. 8 أيام. أشطر مني. 8 أيام. اليوم 22. طبعا دكتورة نحن مستعدين لأن نبهر العالم في إكسبو دبي 2020. إن شاء الله. مستعدة تحضرين؟ إن شاء الله نقدم من هناك. إن شاء الله. إن شاء الله. ليش لا؟ بتكون تجربة مميزة وخاصة من موقع إكسبو بالذات. إن شاء الله. وطبعا دكتورة اليوم سعدنا بفقرات برنامج صحة وسعادة، ونقول حق المستمعين إن باكر بتكون إن شاء الله عندنا فقرة خاصة بإكسبو 2020. إن شاء الله، فبتكون باكر فقرتنا بخصوص إكسبو 2020، بنعرفكم على أشياء كثيرة إن شاء الله خلال هذه الفقرة باكر. نعم، وفي ختام حلقتنا نشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، ومن نور دبي نشكر الأخت ميرا الخفلي، وكذلك مخرجنا المبدع والمتألق سعيد المر. ونتمنى لكم دائما أعزائي المستمعين الصحة والسعادة. كانت معاكم محدثتكم آمنة آل علي وزميلتي الدكتورة عاشة البسطي. شكرا لمتابعتكم. صحة وسعادة.